انت كده تبكي ضيوفك؟ ايش تبي تعرف اكثر؟ شو بتقولي لابنك؟ هو شوف كان الموضوع ماشي صح، انه يعني كان في زيارات وكان في مواعيد هو ملتزم فيها بزيارات الطفل. اليوم محرومة من ابنك؟ مؤخرا ايه، مؤخرا نعم. ليش اليوم الوالد عم بضر ابنه انه يحرم ابنه من امه؟ ليش؟ لانه هو في موضوع اساسا، فهو اخذ هذا الموضوع اداة، موضوع الطفل يعني كوسيلة ضغط. كرمال شو؟ كرمال ترجع؟ كرمال لا لا لا، كرمال موضوع يعني اصبح الموضوع مساومة، تنازل. ان اتنازل عن الطفل، ما تتنازلي انا احرق قلبك على الطفل. قديش تقتيله؟ كثير. سلطان في علاقة بيني وبينه غريبة، يحب يلعب معي، يعني تشوف أطفال ما تشوف أم وابنها، لا تشوف طفلة، علاقة غريبة غريبة. عم شوف دموع أم اليوم؟ أي طبعا في اشتياق فيه، بس قريبا راح أشوفه بإذن الله وراح يكون معي. واللي انتصر انتصر فترة، بس ما راح ينتصر العمر كله، صح؟ أكيد الأمومة راح تنتصر طبعاً. اللي انتصر هو، اللي انتصر علي فيه أي فترة، وهو انبسط ويوصلني كلام إنه هو صار قوي وسوى إنجاز عظيم، إنه هو حرم سلطان من أمه. شو بتقول له رسالة على الهواء لأبنك؟ أكيد كلام كثير أم، شو ما أحب المشاعر هذه، بس أكيد في كلام كثير. أنت كده تبكي ضيوفك كثير، شفت في ناس بكون عندك. إيش تبي تعرف أكثر؟ شو بتقولي لأبنك؟ أقول الله يحفظك وأشوفك في مكان تستاهله، ومكان يكون في عوض جميل. شكرا. بتخافي يلومك بالمستقبل؟ لا ما أعتقد إنه راح يفهم كل شيء، ما في، مستحيل، ولا أقبل أصلاً إنه ما يفهم إلا الحقيقة، يعني ما راح أزيف. برأيك أي صورة اليوم عم توصل له؟ ما أعرف عن الكلام اللي يوصل، بس الأم الابن دائم مع أمه إيش ما كانت الظروف، مستحيل.